بين الألف والياء رحلة عمر أبجدية تصنع من الكلمة سيمفونية، ذاكرة تدق دهليز النسيان عبر الزمن، تجارب شيقة، رحلات عظيمة، كلمات تعانق السماء وأخرى تفرش فحواها بالثرى، معان كثيرة ولكن يبقى المعنى في قلبي. أستاذ كاظم فياض، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. نحن سعداء جدا بوجودك بالإمارات، أنت مو كتير بتضلك هون. أهلا وسهلا فيك ومشكورين على هذه الاستضافة الحلوة. نورتنا. مزبوط، يعني بضل بين دبي وبيروت و... نورتنا. هي يمكن ثاني مرة نحن بنلتقي وبنفس المكان الأستاذ، بمكتبة محمد بن راشد. عملت هيك جولة بالمكتبة؟ بسم الله، قد ما كبير المكتبة يا بعض، ما لحقت كلها، يعني بدها كذا زيارة. ايه ما بيكفيك الزيارة وحدة، لازم بالزيارة جاي تزور قسم النوادر بالطابق الأخير، يعني رح تكون تجربة ممتعة جدا. وإن شاء الله تجربتنا نحن اليوم تكون ممتعة بالنسبة لإلك، ويكون كل شيء هيك على ذوقك ومثل ما بتحب. وجودك وجود هيك فريق، يعني بسم الله إلا ما تطلع نتيجة رائعة إن شاء الله يا رب. طيب إذا جاهز نحن نقدر نبدأ الحوار؟ أكيد، تفضل. أستاذ كاظم، حضرتك مخرج وصانع محتوى، بس دائما هيك في سؤال وأنا عم شوف الفيديوهات، شو اللحظة اللي قررت فيها أنك أنت اليوم بدك تحمل صفة حكواتي الانستغرام إذا فينا نقول؟ هي تقريبا بال 2019 بلشت، لما حكيت أول قصة عن فيلم أنيميشن اسمه كوكو. اوكي، لديزني بيكسار، ما بعرف اذا حضرتيه. لا، اخذ وقتها اوسكار بس انيميتد فيلم بال 2017 ناسي بالضبط. المهم هو قصته كانت كثير حلوه، بس وين الفكره؟ الفكره انه بعد ما خلصت عملت اول فيلم لإلي، اول فيلم سينما طويل، جيت انا قلت انه في كثير قصص. هو فيلم يوسف، صح؟ يوسف. اوكي، جيت انا قلت انه في كثير قصص انا ما بقدر احكيها، وهلأ على السوشيال ميديا بقدر أحكيها لهذه القصص، مش ضروري أقعد تصورها كفيلم فيتشر فيكشن طويل، لأنه الفيلم السينما ممكن تعمليه أنت كل 3 سنين، يعني مش كل يوم فيك تصوري فيلم، فبدك تخبري قصص. وهي فكرة أنه مثل الواحد بصير يتمرن فيهم يوم عن يوم، صح. فوقتها قلت أنه بجرب، يعني أحكي قصة الفيلم وشو ممكن نتعلم، ونزلته. وقتها انه عمل ضجه كثير كبيره وقتها بال 2019، صرت كل فتره اعمل شيء لحد ما خلص صرت كونسيستنت بال 2021، وصرت نزل كل يوم مثلا احكي فكره، احكي قصه، احكي عبره بهيدي الطريقه. وهيك اللي بزور مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه فيك لابد انه يشعر بطاقه ايجابيه، وبنفس الوقت دائما كل فيديو بيحمل رسالة، وهذا الشيء اللي خلى بعض الناس يقولوا كاظم فياض عم يعمل مدرب حياة. شو الفرق اليوم بين شخصيتك وبين شخصية مدرب الحياة؟ أنا ما سمعت بمدربين الحياة أو اللايف كوتشز قبل ما أعمل محتوى، قبل ما أوكي. هي الفكرة أنه لما عملت هذا المحتوى أنا عملته بطريقة أنه هو عفوي، بحط الكاميرا
ضوي هالضو الواحد قدامي يعني مش ما في افورت وما في تعب بحطه. شو في فكرة براسي؟ اكيد المجهود بيكون بالسكريبتينج او بالكونتنت وبصور وبنزل يعني. ولكن الفكرة صارت من بعد ما انا بلشت بهيدا الشيء، ما كان في اي حدا عم ينزل هيك نوع محتوى صحيح، كان بوقتها. بالأول على السباحة. فبلش الكل اللي هن المدربين يعملوا هذا النوع من المحتوى كفورميلا، يعني كيف يقعدوا وما يحكموا على الكاميرا، هذا الجو كلياته. ونبلشوا من 2019. ف لما صارت هيدي الفوعه مثل ما بقولوا، وانا كمان صنعت محتوى لكذا شخص بيشتغلوا هيك كمان، بس من بعد ما كنت موقف. المهم لما صارت هيدي الفوعه كلياتها، في قول بيقول انه من وضع نفسه موقع الشبهه فلا يلومن من اساء الظن به. تمام. فانه لانه صاروا كلهم اكثر عم يعملوا هذا الكونتنت وهذا النوع من الكونتنت وعم يعرفوا عن حالهم بهيدي الطريقه، وانا بقيت الوحيد اللي انا بلشت فيه، فقلت خلص انه بدي انسمع، حيعملوا لي ليبلينج على بهيدي الطريقه، وهذا الشيء ما بدي اياه. مش لانه هن غلط او هن صح، بغض النظر عن اي شيء، في كتير أشخاص منهم شاطرين وبيساعدوا، في منهم كتير أشخاص منهم سيئين وما خبصي. بيساعدوا وبيخبصوا. فقلت أنه أنا لازم انسحب هلأ، لأنه أنا بلشت انسمع على هيدا، بس انسحبت وبلشت أعمل كونتنت بطريقة تانية يعني. المحتوى اللي بتقدمه بطريقة مباشرة وواضح، لكن أنت ما بترضى أنه الناس تحكي عن محتواك بسيط. شو بتسمي محتواك او شو الصفة اللي اليوم بتحمل محتواك؟ كيف طلع معك انه ما برضى انه يقولوا عنه بسيط؟ كنت بإحدى اللقاءات عبرت انك انت ما بترضى ينقال عنه بسيط. حافظيتهم. ايه طبعا. لانه انا بدي اعرف كيف عرفتي هيدا الشيء، لانه انا دائما بقول يعني هون الفكرة. لازم، مش هي مش لازم، انا بحب اعمل محتوى عميق، ولكن وين الفكرة؟ أنه أوقات بيجوا بيقولوا أنه عن المحتوى، عن الفيلم، عن القصة، عن البروجرام، شو ما كان، بيقولوا في حال انتشر بيقولوا عنه بسيط. هي الفكرة وين بتكون؟ في محتوى بيتقدم بيكون عميق ولكن واضح، يعني مباشر. في فرق كتير كبير بين أنه يكون بسيط، في فرق بين أنه يكون واضح. عرفتي شو؟ سؤال التكنيك او الاسلوب هو بده يكون واضح، والمعنى بده يكون عميق. يعني مثل كانه انا ببلش طلع هيدي المعاني لفوق بطريقه واضحه، بس هي منها بسيطه. يعني ما بدها هالذكاء الحاد لينفهم المحتوى، هو محتوى موجه لكل طبقات المجتمع والكل اليوم قادر يفهم انت شو عم لانه تحكي. هو اصلا الادب او القصص او على هني قصص خفيفة واللي بينحكوا على السوشيال ميديا، بس ايفن الادب او القصص او الفن او كل هيدا الحقل المعجم لهيدي القصص هو للجمهور. اذا كان معقد ما بينفهم، لا واحد بده ما رح ينتشر، ما رح يوصل كمان للكل. هل بتحاول من خلال المحتوى اللي بتقدمه اليوم انك تفكك بعض العادات والتقاليد اللي بيورثها المجتمع للشباب؟ خلينا نقول يمكن العادات اللي بتأذي الشباب اليوم اكثر مما بتفيده. هي الفكرة بشكل اساسي هو طرح السؤال وخلق النقاش. يعني شوفي، في اسلوب بيستخدموه الثيرابيست او المعالجين النفسيين، وهو بيجي بيسألك لما يكون انت عندك مشكلة بمحل معين. خلينا ناخذ هذا الاكزامبل. اذا انت عندك صديقة وهيدي الصديقة انت نطريتها بالكوفي شوب او بالمقهى، وفجأة على اخر لحظة اجت خبرتك انه انا مش رح اجي، اذا انت هون حسيتي بشعور كتير بشع وتضايقتي بشكل كتير كبير، وعارفاني انه مش هو السبب، انه لا لغت معي، انه كاحترام، اذا كان في شيء انت ما عم تفهمي، هون في سؤال كتير كبير لازم بلش تسألي. بهيدي الستوري اذا بتروح بتنقليها لعند الثيرابيست وبتحكي اياها، ببلش هو يسألك اسئلة، انه ليه انت حسيتي هيك؟ امتى اخر مرة من قبل حسيتي هيك؟ فيبلش يسألك
وبيخلق لك هيدا الباترن بالأسئلة ليوصلك للمحل الأوريجين لإله، تمام؟ فهيدا التكنيك وهيدا الأسلوب بيستخدموه المعالجين، تمام؟ ولما نستخدمه نحن بالأفلام بالقصص، لما نطرح هيدا النوع المتكرر من الأسئلة ونخدهم من محل لمحل بالأسئلة مش بس بالمعلومات، سؤال ورا سؤال ورا سؤال ورا سؤال، تفتحي لهم مثل نافذة بالضبط، للموضوع. تفتحي لهم هيدا الشيء لحتى هن يتساءلوا يفكروا بينهم لحالهم انه انا ليش عم بورط هالموضوع، انا ليه عم فكر بهالموضوع. سو هي الفكره انه هو طرح السؤال وخلق حوار قبل اي شيء تاني، خلق نقاش حتى يحكوا بين بعض، يحكوا بينهم وبين حالهم حتى يزيد الكريتيكال ثينكينج اكثر والتفكير النقدي. طب مؤمن انه التعرض لهذا النوع من الفيديوهات او هذا النوع من المحتوى اليوم، وان تاخر تاخرت الفتره اللي انت عم تحصل على نتائج ملموسه خلينا نقول بالمجتمع اللي انت عم بتحاول توصل له رساله، مؤمن انه هذا المحتوى والتعرض المستمر لهذا المحتوى ممكن يوما ما يعمل تغيير؟ اكيد التغيير هو ممكن تغير حياة شخص واحد من خلال فيديو، مش ضروري تغيره، مش ضروري تغيري حياة مئة الملايين. أوكي، يقال إنك أنت عم بتعرب أقوال الكاتب باولو كويلو وعم تقدمها للناس بقالب لبناني. أنا إذا في حال أخذت شي مرة من حدا بذكر اسمه، بس تذكر اسمه أكيد، بس أنت ما عم تتبنى خط معين؟ لا، باولو كويلو مش قاري له بعد. هل تتطلب صناعة الدراما والسينما وجود الشيب بالرأس ولازم يكون صانع الدراما هذا الرجال الكبير اللي خلينا نقول عنه مخضرم لأنه هو خلاص عنده باع طويل بهذا المجال، ولا نحن اليوم لأ محتاجين شباب يصنعوا قصصنا، يحولوا قصصنا لمحتوى مرئي؟ عامل ريسيرش منيح. هاي بقى قصة قد تكون الشعرة الشائبة سوداء اللون. هاي مثلا الفكرة هي أكيد كل ما واحد كبر بالعمر كل ما مرق بتجارب أكتر، لكن نحن نعرف أنه نحن بنكبر بالتجارب مش بس بالوقت. الفكرة أنه كل ما كان الشخص قادر يعبر بطريقة أوضح وأحسن ويلمس المشاعر أكتر للناس، كل ما بكون أوعى أدبيا وسينمائيا. فهون هو الفكرة أنه بده شو هن المواضيع اللي بده يحكي عنهم وكيف بده يظهرهم بطريقة مختلفة بصريا، كقصة، كشخصيات وإلى آخره. فهي الفكرة يعني نحن شفنا كثير مخرجين وأدباء، تخيل مثلا جبران خليل جبران توفى بالأربعينات، بأول الأربعينات أو 44 45 صح، كان صغير صغير أربعينات يعني صغير. كريستوفر نولان لما عمل دارك نايت أو باتمان بيجينز بال 2004 كان عمره 33، يعني بعضهم شباب. عرفت شو؟ فهو قديش بدها تكون قدرته على التعبير، قديه هو ممتص معلومات تجارب سابقة، لأنه نحن بنعرف أنه الثقافة أو الأدب أو العمل الحديث اللي ممكن يكون كرياتيف واحد فيه ومبدع فيه هو بيكون بتراكم معرفي، يعني صح، تراكم التجارب والخبرات. شو المشكلة برأيك بالسينما العربية اليوم، وهل أصبحنا نسعى لتقليد الغرب لحتى هيك شوي ننال رضا الجمهور العربي، لازم نقدم لهم شيء بيشبه برا؟ هي مش مشكلة بحتة أكيد، وما بعتقد أنا لحالي رح أقدر أجاوب عليه لهيدا برأيك. رح حاول قد ما فيه أقدر أجاوب عليه بطريقة مزبوطة. في نحن عنا مشكلة واحدة منهم أنه نحن بنفكر أنه السينما منفصلة عن الواقع، بمعنى أنه السينما بتتأثر بالبلد اللي أنت فيه، السينما بتتأثر بسياسة البلد اللي أنت فيه، السينما بتتأثر بالسياسة الاقتصادية للبلد اللي أنت فيه، السينما بتأثر بالفكر الديني اللي أنت أكيد موجودة فيه، في كتير عوامل بتأثر، تمام؟ فلحتى إذا بدنا نحكي عن هذا الموضوع ما نحكي بلد بلد، بس أنه بشكل عام
فينا نحن نيجي نقول انه نحن شايفين الغرب ومش مصدقين، للأسف. ايه شايفين الابيض ومش مصدقين انه اوف هذا شخص من امريكا او من اوروبا، انه واو. رواق ماشي الحال. مش هذا الشيء، ما انه كائن فضائي يعني، انسان طبيعي، بس انه مو باسبور غير باسبورك وربي بطريقه مختلفه عنك يعني، اذا بدنا نحكي بيزكس يعني تمام، بس انه هو احسن منك جينيا، هو احسن منك انت اذا بدك تقرا وتتثقف وتتعلم، اكيد احسن منك بالريسورسز تمام. بس هلا بهذا الوقت في كثير شغل عم ينشغل على السينما وعم تتطور بالعالم العربي، وفي صناديق دعم احسن بكثير موجوده باوروبا تمام، انه جاي الوقت نشوف السينما العربيه عم تتطور اكثر بكثير من غيرها. هيدي واحدة من الافكار. اثنين مثل ما بقولوا نفسهم قصير، المخرجين ما بيتحملوا كثير يعني، ممكن يتلقوا انتقادات ويوقفوا انتقادات، مش على انه انتقدوا شيء هن او حكوا عن شيء، انتقادات انه مثلا فيلمك مش حلو او ما نجح فيلمك ما بقى تكفي، هم بيوقفوا يعني، كثير قلال اللي بيكفوا انه خلص هيدا، هل هو هيدا الشيء اللي انت بدك تكفي فيه؟ خلص روح كفي فيه. والمشكله الابرز بالنسبه لي انه صاروا يعتمدوا او يشوفوا الافلام انه هيدا يا فيلم تجاري يا فيلم مهرجانات، يعني فيلم المهرجانات العالم ما لازم تفهم، والفيلم التجاري هيدا ما لازم يكون فيه فن ما لازم يكون فيه ورسالة رسالة. وإلى آخره. فأهم الأفلام بالعالم عبر التاريخ عملت أرباح تجارية كتير كبيرة، بنفس الوقت كسحت الدنيا بالمهرجانات. صح، متخيل مثلا واحد من أكثر الأفلام اللي اعتبرت تجارية كان Pulp Fiction وربح بكان، أو مثلا أفلام نولان. بس تخيل لو عاملينه باللوطن العربي، ما هو السينما تخيل لو كان بتعبر. بالعربي رح يطلعوا ناس يقولك شو نحن مو فاهمين كيف فلان بيموت كيف. يعني هو كان عم يعتمد على قاعدة كتير مهمة، إنه أولا ما في بطل، ثانيا في أكتر من قصة متداخلين واقع. هو يعني عم هو عامله واقع كان. فتخيل لو أنت اليوم عامله بالوطن العربي. هو عشان هيك السينما بتعمل لك إنه بتتأثر بالمكان اللي هي فيه من مختلف الأشياء. فنحن لما بدنا نعمل فيه في شغلتين نحن أساسية لما بدنا نتعلم من أي شخص، هل نحن عم نتعلم تكنيك ولا نحن عم نتعلم ستراكتشر ولا نحن عم نتعلم طريقة تفكير، شو عم نتعلم منه؟ هل نحن بدنا نعمل كوبي بيست للستراكتشر الستوري؟ طب ما بتزبط هون، ما الواقع هونيك مختلف عن هون. فنحن شو عم نتعلم، شو بدنا ناخد لحتى نقدر نطبق هون بطريقة بتناسب مع الجمهور. ناسبنا. هو الأسلوب بيختلف، يمكن شخصيتك بتبين بالفيلم ولكن أسلوبك بيكون مختلف لحتى يقدروا الجمهور، يعني مثل ما بيقول جبران خليل جبران، الحق يحتاج رجلان، رجل ينطق به ورجل يفهمه. والفيلم كمان نفس الشيء، الفيلم إذا أنت بدك تحكيه بدك العالم كمان تفهمه، ولا أنت بتكون عم تفرجي هذا الفيلم لواحدة عبث بدون وجهة معينة. بفيلم يوسف كانت الشخصية هي شخصية من الواقع اللبناني. كيف اليوم بتأثر الحياة الشاقة على سيكولوجية الجيل، وقديه يوسف كان واقعي، بس بنفس الوقت أنت يمكن ممكن تطلع على يوسف وتشعر بالأسف، لكن من الجهة الثانية يوسف حاله حال الشباب اللبناني، كيف سيكولوجية المكان أثرت على بناء شخصية يوسف. يوسف هو شخصية جدا معقدة ومركبة وإلها كذا داير أو إلها كذا طبقة، فيش وبمحل معين هي ضايعة هويتها يعني، بعده مش ملاقي حاله، عشان هيك هو كتير تغير تغير ثلاث مرات أو شفنا ثلاث نسخ منه بقلب الفيلم. والمشكلة بهيدا مش ما بدي أقول المشكلة بهيدا الجيل، ما بدي أحط قلة التعريف، بس إنه أحد المشاكل اللي عم يعاني منه الشباب بلبنان أو ربما بالوطن العربي إلى حد ما بكم دولة، إنه هو ما عم يقدر يوصل لمحل يقدر يسقل شخصيته بكير،
ليقدر يعرف هو مين، لأنه عم يكون في عنده ترسبات كتير كبيرة أسبابها التربية الخاطئة، غياب الدولة، غياب النظام، المجتمع القاسي على المستوى النفسي على المستوى المادي، كل هول بس يتداخلوا ببلشوا يعلقوا كترسبات بيخلقوا شخصيات مثل يوسف اللي هو بكون عم يعاني فينا نقول انفصام إلى حد ما بشخصيته، وبنفس الوقت هو منيح ومش منيح وبده يدافع عن خيه وبده يحمي خيه، بس زال خيه بالوقت اللي بده يحميه فيه، فلأنه هو ما صقل شخصيته ما كان عنده هوية ثابتة مزبوط، ما بيعرف حاله مزبوط، فكيف بده يتعاطى مع العالم اللي برا. بس انت هون قد ايه قادر انك انت بشخصية مثل شخصيات يوسف تقول له وقف شوي، انت محتاج اليوم تصلح المشاكل قبل ما ترجع تتعامل، قديش في وعي تجاه هاي النقطة انه نحن فعلا محتاجين نصلح شو في جواتنا بعدين نواجه الناس. مشوار كتير كبير صعب. يعني هذا المشوار كل واحد إذا بده يمرق فيه لحاله بده وقت فيه، بده تفكير وبده بده مساعدة فيه، ما في وعي فكيف تجاه هاي النقطة طبعا. أصلا. لما فزت بفيلم يوسف كتبت نحن شباب آمنا ببعض مو بالمستحيل، برأيك وجود فريق مؤمن بمواهب بعض كافي لتحقيق النجاح وإن كانت الموارد محدودة، خصوصا نحن عم نحكي عن بلد عن تكاليف كبيرة لإنتاج الأفلام وبلد عم بيعاني من أزمة اقتصادية، هل بكفي إنه نحن نؤمن بمواهب بعض؟ لا أكيد ما بكفي نآمن بالمواد، بمحل واحد بدنا نكون نحن واقعيين، يعني الفكرة إن هي هو أصلا إنه أنا آمن بشخص إنه أنا أكون واقع إنه هو قادر يعمل هيدا الشيء، يعني أنا هلأ إذا ما آمنت بشخص هو قادر يعمل شيء معين أنا ما عم كون واقع بعدم إيماني فيه، بينما أنا هلأ إذا جيت شفت شخص عنده شغف كتير عالي وعنده قدرات كتير عالية وموهبة وذكاء وعلاقات إلى آخره، لما جيت مثلا بدي أجي ركب هيك فريق كل واحد بمحل معين، إذا كانوا القدرات والشغف كاملين إذا أنا ما آمنت فيهم هون ما بكون واقعي، يعني هو الإيمان إنه يقدروا يحققوا شيء بالإيمان أنه نحن كنا قادرين نحقق شيء معين، هو هذا الواقع بحد ذاته لأنه صار. قد إيه أخذ معكم فترة التحضير والتصوير وتنفيذ الفيلم؟ تقريباً 3 سنين ونص. شكله كان في كتير صعوبات ومشاكل. بالنسبة لنا إيه، بس بالنسبة لناس متمرسين وبالنسبة لناس عندهم دعم قد لا تكون مشاكل، بس أما بالنسبة لنا نحن بأول طلعتنا نحن كان معنا بالفريق كلياته شخصين اشتغلوا من سينما قبل. من قبل، وكان أول فيلم إلي والباقي كمان كان أول فيلم لهم في بادجت. واجهت مشكلة بأنه الشخصين اللي اشتغلوا من قبل لما أنت رحت تعرض عليهم الفكرة واجهت مشكلة لا لا بأنه لأنه كانوا تعاون مع الوجه الجديد؟ لا ما كان في مشكلة، كان سهل، يعني كان الكوميونيكيشن والتواصل اللي احنا كان بيننا كلنا كان سهل ما كان كتير صعب يعني. طيب برأيك اليوم هل استطاع الفيلم أن يعزف بنجاح على وتيرة الهوية اللبنانية؟ على هوية مقموعة مش مقموعة أو ما بينحكى عنها، كان قادر الفيلم أي يحكي حكى عنها حكى عنها هذا الفيلم لأنه كان عم يحكي عن حاله عن الجيل أنا ورفقاتي وولاد الحي كيف كنا عايشين كيف كنا مش كنا نعمل الجو، فهذا ما كان حد يحكي عنه. طيب هلأ بدي أطلب منك تتوجه للكاميرا وتحكي لي عن قصة حكيتها كتبتها شاركتها مع المتابعين لكن بقي معنا هاي القصة بقلبك، أنت ما عطيت كل شيء. أوكي. عم بلش هلأ بكتابة فيلم التاني، وفي مشهد عم بكتبه لشاب بيكون اسمه دانيال، ما بيكون بيحكي وبكون بحب بنت وإلها 4 سنين بتسأله قديه بتحبني، فبهيدا المشهد
تسأله هي قد ايه بتحبني، بيحمل القلم وبيكمش لإيدها وبلش يكتب لها هون تقريبا، وبيكتب لها انه قد ايه غريب الانسان انه لقى وحدة قياس يقيس فيها الوهم ويقيس فيها الوقت اللي هو مش موجود واللي هو وهم، وبنفس الوقت ما قدر يقيس شيء كل يوم بنحس فيه أو كل واحد فينا بحس فيه واللي هو الحب. أنا ما قادر جاوبك على هذا السؤال، بس لما يصير في له وحدة قياس أكيد رح جاوبك. برأيك شو أكتر شيء ممكن يكون الإنسان محظوظ فيه؟ إنه يخلق. إنه يخلق؟ إيه طبعاً. أسرع جواب. أوكي. بدك شيء أكتر من هيك؟ ممتن لحياتك طبعا كثير بحياتك طبعا. هلا هي الفكره كيف ممكن يقضي حياته، هيدا صار شيء تاني، بس انه محظوظ يمكن يكون محظوظ بشكل سلبي يمكن مش ايجابي، لانه اصلا فكره انه واحد يخلق هي او انه فرصته انه يخلق هي جدا هي اقل شيء ممكن واحد صح انه يخلق بس. اوكي، عملت فيديو بتحكي فيه عن كيف ممكن ما تموت، وذكرت أسطورة مكسيكية بتقول إنه الإنسان بيموت لما تنسى الناس. صح. عم تصنع محتوى مؤثر لحتى تضمن الخلود؟ لا، كنت فكر هيك بس بطلت فكر هيك، إنه شو أنا أكيد واحد لازم يفكر بطريقة إنه عش ممتلئاً وموت فارغاً. خلص اترك كل شيء ورقك، بس إنه لما نحن من بعد ما نموت شو بعد بهم انا تركت ولا ما تركت وعملت ولا ما عملت، خلص مفلت. اللي بهم هو بالفعل انه واحد يعيش بطمأنينة، يعيش بسلام، ما يأذي، اهم بكتير من انه اهم شيء ما يأذي. هيدا اهم شيء، لانه شو نفع واحد يخترع اختراع جدا رهيب ويؤدي لكارثة فيما بعد، لكن من ليجاسي ترك وراء قمة الذرية مثلا او الاي اي اذا تطورت بطريقة كتير سيئة، اوه رح تتطور، انه لكن من ليجاسي تركه وارث تركه الواحد وراء. تمام، هي الفكرة انه ما بنعرف التصرف تبعنا شو كيف رح يتطور ويتراكم عليه بعدين، هي الفكرة بس انه واحد يعمل شيء ما يأذي، بس هالقد حجم الموضوع يفيد الناس على الاقل بهال خلينا نقول 70 سنة اللي بده يعيشهم. عندك اصدقاء مقربين؟ بمرة حكيت انه لازم نفرق بين احساسنا تجاه الصديق ونحن شو بنحس لما طبعا مع هذا طبعا الصديق. طبعا موجودين لقيت الاصدقاء؟ اكيد موجودين، ممتن لوجودهم كثير. وهذا شيء جدا حساس بالنسبة لأي شخص إنه يكون عنده صديق يقدر يرتاح لما يتواجد معه، مش يحس حاله إنه لازم يتواجد معه. أوقات شو بتصير؟ أوقات بيربى الولد بطريقة بحس حاله إنه لازم يكون مع أشخاص معينين ليحس بوجوده. تمام؟ الصديق الواعي ممكن يخدنا لمحل يحسسنا بوجودنا بمعنى، يعني ينمي لنا شخصيتنا، يساعدنا، يوقف حدنا بطريقة أنه واحد يكون قادر يوقف لحاله، يكفي لحاله. واو، بس هذا شيء صعب. صعب إيه، بس أنه ممكن يصير فيه هيك ناس. يعني أتوقع هون الحظ. إيه في حظ كتير كبير. قديش قادر تلاقي هذا الشخص. طبعاً، قليل كتير. إيه فعلاً. طيب، أنا بعرف أنه تعبتك شوي بهذا الحوار كثير. عن جد؟ لا عم بمزح. طيب رح نقوم هيك ناخد بريك بسيط ونكمل، شو رأيك؟ اوكي ديل. تفضل. رح اسمح لحالي ووجه رسالة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي،
أنا كمان واحد منهم، كمان هذه الرسالة لإلي. الحياة الحقيقية موجودة خارج التليفون، خارج هذا البلاك ميرور، خارج هذا المراية السوداء، ورح تبقى كمان خارج هذا التليفون وخارج هذا المراية السوداء وخارج هذا البلاك ميرور اللي قد نحن نعيش داخلها لساعات لفترة كتير طويلة، ولكن الحياة الحقيقية رح تبقى خارج هذا التليفون. هو عم يكون جزء من حياتنا، ولكن نحن عم نتعاطى معه على أساس كصناع وكأشخاص عم تستقبل هذا المحتوى، عم نتعاطى معه على أساس أنه حياتنا هي جزء منه، شغلنا هو جزء منه، ولكن هو المزبوط أنه هو جزء من حياتنا. كل شيء ممكن يكون موجود على هيدا الشاشة السوداء هو جزء من حياتنا. الحياة موجودة برا بالكتب، بالطبيعة، مع العالم، بالمقاهي، مع العائلة، بهيدي المحلات، بالمدارس، بالجامعات، بقاعات السينما، بالبيت، بكتير محلات. كل هول بيشكلوا حياتنا وغيرهم أكيد. والسوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي هي كمان جزء من حياتنا. فبعتقد أنه لحتى نحصل على حياة سليمة لازم نتعامل معه على هذا الأساس، أو نتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الأساس، أنه هي جزء من حياتنا مش حياتنا جزء منه. أستاذ، بهاي الفقرة رح أطرح عليك مجموعة أسئلة وصفات، بدي منك تجاوبني عليها باختصار أو بكلمة. تمام؟ تمام. فيلم يوسف، الدرجة الأولى أو الستب الأولى، الخطوة الأولى. الفراغ. كافر. فيلول. رواق. أيهما أهم، إطعام الفقراء ولا محاسبة الفاسدين؟ بكملوا بعض. اتهموك بالتنظير، شو بترد؟ بتمنى أنه أي تنظير يفيدهم بيوم من الأيام. العائلة، كل شيء متعلق بأفراد عائلتك؟ طبعا. مين أكتر حدا هيك؟ كلهم. هل دائما نعم تجي على شكل الأشخاص؟ غالبا. أوكي، شو كتابك المفضل؟ عندي كتاب مفضلين، ما بقدر أجاوب. أعطيني كم اسم. أحمد خالد توفيق، دوستويفسكي. أوكي. في كتاب كتبوا أفلام يعني، مثل جوناثان نولان وسكورسيزي وتارانتينو، ديفيد فينشر. أوكي. طيب، أنت عندك قائمة عظماء لكام؟ وأغاتا كريستي وشيكسبير أكيد. أوكي. والحلو إنه يعني مختلفين. منوعين. لبنان هو بلد انخلق لحتى نشتاق له. شو هو أفضل مكان زرته بحياتك؟ المكان اللي بكون فيه مرتاح مع عائلتي، بغض النظر وين ما يكون. أي مكان. خلينا نعتبر إنه نحن في عنا اليوم شنطة بدنا نحط فيها مجموعة صفات بتعبر عن كاظم فياض. إذا فتحت هاي الشنطة شو رح لاقي؟ أول شغلة الطموح. رح أسمح لحالي وأقول الهدوء، الوضوح كمان، هو اللي بشكل أساسي. عندك خطة واضحة للمستقبل؟ جدا. واثق من الخطوات القادمة، صحيح؟ إن شاء الله. المخرج وصانع المحتوى كاظم فياض، شكرا لك، وبعتذر يمكن هيك شوي اليوم تعذبنا بالتصوير، بس كانت فرصة رائعة لقائك. يعطيكم ألف عافية، وشكرا لك وللتي في ولفريق العمل كله. شكرا لك. مشاهدينا، ما تخلوا أبدا شخص واحد بكلمة واحدة يأثر عليكم بطريقة سلبية. لما تنجح، انجح لنفسك، للناس اللي بحبوك، وللناس اللي ما بيتمنوا لك الخير. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.